المحلل الأمني دانيال ديبتريس في صحيفة ديل الأمريكية، وده كاتب في شبكة الجزيرة القطرية بالمناسبة كمان الدولية، يعني هو محلل أمني متخصص في الأمن وشغال في نفس التوقيت عند الجماعة القطريين في قناة الجزيرة في الموقع بتاعه، كتب مقال بعنوان الولايات المتحدة يجب أن تعيد تقييم علاقاتها مع مصر. يجب أن تعيد أمريكا تقييم العلاقة مع مصر، وبيقول إنه لدى الولايات المتحدة عدد من التحالفات والشراكات الدفاعية في جميع أنحاء العالم، لكن عددا قليلا فقط من التحالفات زي مصر. يعني مصر لها خصوصية في أمريكا. إيه عايز تقول إيه؟ قال لأنه مصر من 79 وحتى الآن خدت 47 مليار دولار كمساعدات، ودي ما حصلتش إلا لدولة زي إسرائيل. يعني عايز يقول إيه برضو؟ عايز يقول للإدارة الأمريكية اقطعوا المعونة عن مصر، عايز يقول إن مصر ليست شريكا استراتيجيا، عايز يقول بيهيج وبيقول مقولات وبيسوق مقولات بتحاول إن هي تشيع حالة من الغضب لدى دافع الضرائب الأمريكي. بيقول لهم الإدارة الأمريكية بتحط فلوس الضرائب في غير موضعها. يعني عايز تقول ايه؟ عايز يقول انه اوقفوا المساعدات لمصر، مصر لا تستحق المساعدات. ده مين؟ ده كاتب امريكي بيعمل لدى القطريين.